خلصنا الشغل الحين الواحد نفسيته ترتاح بالنظافة. خلاص خلصنا نروح تحت بس نجيب المبخر ونبخر المكان. حنان ليش كذي ماما؟ ليش كذي مسوية؟ حرام عليك صار لي ساعة قاعدة أعدل وأرتب. يعني انتي ما تدرين ان انا ظهري يعورني؟ ما عندي خدامة؟ ليش تحبين تلعوزيني؟ ليش انتي مؤذية؟ ليش؟ يا ربي يا الله ما ادري شو اسوي فيها البنية، وايد مأذيتني وايد مأذيتني. شيطانة شيطانة ما ادري على منو طالعة، ما ادري لا ابوها شيطان لا امها، ما ادري على منو طالعة، شلون ادبها هذه؟ تدرون ليش؟ عشان انا ساكتة عنها، بس انا راح ادبها راح اربيها مرة ثانية، انا وراح اوريها. اوكي يا ربي ما ادري ايش اسوي، ما ادري شلون اعلم هالبنيه عن الشيطانه، وايد مأذيتني، كل ما اعلمها افهمها ماكو فايده، لازم اشوف لها حل. الحل ان اجيبها قعدها يمي واتفاهم وياها، الطق الهواش ماكو فايده. حنان حنون ها ماما حيان بعد تقولين ها؟ صج ما تستحين على وجهك، تعالي تعالي ابيك تعالي. ايش فيك حنان؟ ايش فيني؟ ليش تسوين كذي؟ ايش سويت؟ ما سويت شيء. كل هذا اللي سويتيه ما سويتي شيء؟ ما سويت شيء، ايش سويت؟ ليش تلعوزيني؟ ليش تروحين تخربين داري؟ ما خربت. انا صار لي ساعة وانا قاعدة انظف وتين تسوين كذي؟ ما تدرين ان انا ما عندي خدامه؟ خلاص اوكي ان شاء الله. زين انت ايش فيك؟ ليش زعلانه مني؟ يعني ليش انا مسويت لك شيء عشان تجي تاذيني؟ لا مو زعلانه. ها في مره طلبتي مني شيء وانا ما سويته لك؟ لا. انت ما تدرين ان انا احبك؟ ها وما ارضى اني اهاوشك؟ خلاص اوكي ان شاء الله المره الثانيه ما اذيك. تمرين امر من عيوني السنتين اكيد. بس هذا كلام الطيب، بس انا نسيت اللي سويتي. مدام ان انا سامحتك وانتي خوش بنيه ايه؟ ها عشان تراضيني ابي تسوي لي قهوه عربيه. خلاص ان شاء الله وتمرين امر ومن عيوني الثنتين. يلا ناطره. من صدق ام حنان بتسوي لي قهوه؟ هعلمها وشنو القهوه الاصليه الحين. صدقها انا مال القهوة العربية، شو عرفني انا؟ شو عرفني بالقهوة العربية اصلا؟ انا راح اخذ هالدلة الفاضية واروح اسوي نفسي بصب له واقط الدلة عليها. ابوس ذكائي ابوسها والله. احلى قهوة حق احلى ماما حنان وعلى فنجان يشبه وجه ابوي.
انزين يا حنان، انا راح اوريك. صار لي ساعه قاعده اكلمك وافهمك وانصحك بس ماكو فايده. اذتني هالبنية والله اذتني، بس انا راح اوريك، انا راح اوريك مثل ما سويتي فيني كذا راح اسوي فيك شيء. صبري، لازم ادبك. حاضر حاضر. واي الخط كلش مو واضح. حنان ها. حنان ماما، انا ما قلت شلون تقولين ها؟ قولي نعم. قومي بنظارتي على الطاولة. وينها؟ على الطاولة. بعد؟ بعد اوف؟ شنو؟ قومي. حاضر. اي خليك خوش بنية. تبي النظارة عيال ها؟ ماشي. حنون ها جبتي نظارتي؟ اي نظارة؟ وهذه شنو عين لبستها؟ هاي نظارتك؟ اي ما راح اعطيك اياها. من صدقك حنان؟ انا وريتي حنان تأذيني انا ان ما وريتك. كلمتك مرة مرتين ساحلتك بس ماكو فايدة. بس الحين الضربة القاضية راح اوريك. الحين بسوي لك ماسك حلو لذيذ تنظيف بشرة. زين؟ يعني تنظيف بشرة على ماسك. اوكي؟ اوكي. عشان غمض عينك، حط لك قطن عشان لا تتوسخين، وحط لك فوطة. حط لك فوطة بعد. اوكي؟ اول شيء احط قرن، اول شيء خشمك. زين يعني زين شويه. هذا شنو ماسك؟ شويه جريف. ماسك شنو هذا اللي وريتك اياه؟ زين شوفي انت دائما لما تسوين زين تحطين على الاطراف. زين هني جل الجبهة، أهم شيء الجبهة. اوكي يلا أول شيء أفرق خشمك. زين بعدين شي مسح الخدين عشان خدودك يصيرون حلوين. اوكي اوكي ونفرك الحنش. بفرك حنشك ها عشان بطول حنشك. زين وبعدين نكمل. يلا يا حنان قومي شوفي وجهك الحلو الجميل، شوفي الماسك. ايش مرة ثانية لا تأذيني، هذا عقابك عشان تعرفون اللي تأذي يدتها يصير فيها كذي. ديروا بالكم.